متحركة أردني طويل، هو من إخراج سنتيا مدنات وإنتاج شادي شرايحة. الحديث أكثر بنضم لنا عبر الهاتف المنتج شادي شرايحة. أهلا وسهلا. أهلا فيكم، مساء الخير لكي ستيا وللمستمعين. مساء النور، يا هلا بك. يعني بداية مبارك لكم هذا التكريم، لنتحدث أكثر عن هذا الاستحقاق وتسلمكم وسام من جلالة الملك عبد الله الثاني. الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير، والمستمعين والوطن بألف خير. الحقيقة كان يعني لحظات رائعة جدا وعظيمة جدا لسنتيا ولإلي ولكل فريق عمل سليم، اللي شعرنا وشفنا أنه جلالة يعني أنعم علينا بهذا الوسام، وقفنا في حضرة سيدنا، كانت مشاعر عظيمة ولا توصف. نعم، يعني بالنسبة لك يعني ولفريق العمل، ما أهمية هذا التكريم وشو المسؤولية أيضا اللي يضعها على عاتقكم في المستقبل؟ أنا بفكر أنه أهمية التكريم مش بس الحقيقة بس لنا إحنا بنشوفه، مش بس لفريق عمل سليم، لا هو كمان بسلط الضوء على صناعة الأنيميشن بالأردن. نعم. هذا دافع للشباب وللصبايا اللي بدرسوا بجامعاتنا، وهم كثر، إنهم يشوفوا إنه هذا له مستقبل ومطلوب وسيدنا اهتم فيه، فهذا إشي عظيم الحقيقة. وطبعا بحط مسؤولية علينا إنه نكمل المسيرة ونكون عندنا إحنا والفريق الانضباط والالتزام والإبداع إن شاء الله بإنتاجات جديدة، وبالإنتاج الحالية الإنتاجات الحالية اللي إحنا منقدمها من خلال شركة ديجيتيلز. نعم، يعني الرسوم المتحركة أو الأنيميشن تحديدا من يعني الأفلام المهمة، خاصة يعني الأفلام المنتشرة، خلينا نحكي الأجنبية، هي أفلام ما بتخاطب بس الأطفال، هي أيضا بتخاطب الكبار، وفيها بتكون رسائل عميقة حتى ممكن بس الكبار يفهموها. فبشكل عام شو الرسائل اللي أنتوا كشركة وكفريق بتحبوا أنكم تشتغلوا عليها في المستقبل، بحيث أنها تكون أيضا جاذبة للطفل و أيضا الشخص الكبير؟ يعني صحيح، يا إحنا الحقيقة رسالة فيلم سليم أولا هي بتحكي عن موضوع الصحة النفسية للأطفال، وبتحكي عن وهي بتخاطب العائلة والأطفال كمان بنفس الوقت، يعني هو فيلم عائلي شامل. وأما بالنسبة للإنتاجات الثانية، عندنا إحنا يوتيوب شانل اسمه حياة عيلتنا، مش بس يوتيوب، هو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا حاليا الحمد لله تقريبا فوق البليون مشاهدة أورجانيك على عليه. رسائلنا فيه وهذا حياة عيلتنا برضو بتحكي عن موضوع العائلة، مواضيع عائلية بطريقة ترفيهية جميلة. فإحنا الرسائل اللي بنوصلها إحنا وفريق العمل وشركة ديجيتيلز هي اللي بتحكي عن أولا القيم اللي إحنا بنعيشها في بيوتنا كأردنيين وكعرب، اللي هي اللي بتحكي عن عدم التنمر، بتحكي عن الاحترام الآخر، بتحكي عن التكافل الاجتماعي، بتحكي عن الاهتمام بالآخر والقيم الوطنية. فهي هي الرسائل. وكمان احنا بنحكي عن الامور العائليه، وكمان نحكي عن الصحه النفسيه خصوصا للاطفال. نعم، يعني استاذ شادي، التوجه للاطفال من خلال الفن مش قضيه سهله كما يعتقد البعض، لانه بيكون في كتير امور يجب مراعاتها، منها مواضيع نفسيه، مواضيع اجتماعيه، وكيف طريقه ايضا توصيل المعلومه بطريقه ما تفهم بطريقه خاطئه او بشكل ممكن ياذي الطفل. فببناء مثلا فيلم سليم، كيف كانت العمليه؟ كيف كان التاكد من انه مثلا الحوار، المعلومات كلها ممكن تكون مناسبه للاطفال؟ سؤال مهم جدا ستيارة. احنا في بداية العمل اقمنا ورشاة عمل بقيادة اخصائيين نفسيين، كانت الدكتور عصام سمير هو طبيب اردني عايش بالولايات المتحدة، اجا وعطانا لفريق العمل كامل ورشة خلتنا نفهم انه عقل سليم، عقل الطفل سليم كيف بتصرف وشو التفاعل بيصير فيه لما يتعرض ل
صدمة معينة، يعني في حالته كانت وفاة والده أو أي نوع من صدمة، إذا كان التنمر أو إذا كان فقدان أو إذا كان. فبهاي الفترة تمت دراسة مستفيضة، وكمان كان بكل مرحلة كان عندنا زي أبروفل أو موافقة من الدكتور عصام السمير وفريقه الطبي النفسي إنه إحنا ماشيين بالاتجاه الصحيح. رعينا يعني ما تتخيل قديش كانت، عشان هيك كانت مهمة صعبة جدا. رعينا يعني الألوان، الموسيقى مثلا، عدم وجود مثلا حيوانات مثلا خلينا نحكي مخيفة بالفيلم، فكل التفاصيل الدقيقة كانت موجودة عشان وراعت موضوع أنه نوصل الرسالة بطريقة تكون جذابة وممتعة بنفس الوقت فيها قيم أو فيها رسالة نفسية أو تربوية. نعم، يعطيكم ألف عافية. طب كان في صعوبات خلال هاي الرحلة؟ الحقيقة نعم كان في صعوبات. هلا بما أنه أول فيلم ثلاثي الأبعاد أردني طويل، ما كان قدامنا موديل أنه ندرسه ونتعلم منه ونتعلم من خبراته، فإحنا تعلمنا من خبراتنا، واللي إحنا بسعدنا وبشرفنا أن نشاركها مع الجميع مع أي حدا. ونتمنى أنه الفيلم الثاني إن شاء الله اللي بيطلع من الأردن، إذا كان من ديجيتيلز أو من كان من صناع آخرين، كمان يطلع لسه بمستوى أعلى. فهذا واحد. اثنين، موضوع كمان خلينا نحكي الأمور الفنية، مثلا ريندرينج فارمز، هذا شيء موضوع كثير تكنيكال بيختص بموضوع الانيميشن، 3D انيميشن، بياخذ وقت طبعا كثير طويل، باخذ وقت طويل، وما كان في عندنا منه هون بالاردن. وبعدين عرفنا بعدين بعد ما شاركنا ب 13 مهرجان لهلا عالمي ويعني واقليمي، فهمنا انه حتى لربما يكون فيلم سليم يا الاول يا الثاني عربيا فيلم 3D انيميشن طويل بتكلم باللغة العربية. يعني في أفلام تانية عربية كانت إنتاج عربي بس ما كان باللغة العربية اللغة الأم. فيعني الحمد لله كان في صعوبات كثيرة، بس بالفريق اللي هو يعني فريق عظيم جدا، اللي كان في عنده إصرار وعزيمة وتصميم، وإنهم يطلعوا منتج عالمي باسم الأردن، صدقيني يارا كان يوصلوا ليلهم بنهارهم التيم بس عشان يطلعوا بهذا الشيء لمدة خمس سنين. بس يعني تفضل. لا بحكي فعلا يعني انا بعود الفضل لهالفريق ولاسراره ولعزيمته اللي خلتنا نوصل لهذا الشيء. اكيد بنوجه لهم تحيه، واعتقد انه كلهم نسيوا هذا التعب وهذا الجهد بعد مشاركه الفيلم بمهرجانات دوليه عديده، وحقق نجاح كبير، وحصل كمان على جائزه بمهرجان في ايطاليا كافضل موسيقى تصويريه، وجائزه الجمهور في مهرجان الطفل الاردني. فهاي المشاركات ايضا غير انها اكيد مفرحه يعني تثلج الصدر بالنسبه لكم كفريق، ما أهميتها لكم كمان على خبرتكم على إنتاجاتكم ممكن المستقبلية؟ صحيح يا إحنا الحقيقة هو أول مهرجان شاركنا فيه هو مهرجان أنسي. مهرجان أنسي هو أهم مهرجان أنيميشن بالعالم، وتم يعني اختيار فيلم سليم على فئتنا اللي فيها كنا 9 أفلام بين 3200 فيلم. فكانت يعني فرحة شديدة جدا انه تم اختيارنا هناك. ولما رحنا هناك وشفنا فيلم سليم بعيون الخبراء وبعيون اكبر استديوهات عالمية، وقديش كان في احترام للفكرة وللجهد الموجود، فكانت هنا عرفنا انه الموهبة الأردنية لما يكون فيها فرصة يكون في فرصة تتدرب وفرصة تنصقل. يعني صدقا بالضاهي الاستديوهات اللي كانوا يصرفوا فيها ملايين الملايين بمنتجاتهم، فالحمد لله يعني شعور عظيم. وبعدين مؤخرا يعني احنا اخذنا حوالي 8 جوائز للوقت الحالي، بكندا اخذنا جائزتين، بالمغرب الحمد لله كمان اخذنا جائزه، واهم جائزه بالنسبه لي ولفريق العمل او اللي هو وسام سيدنا اللي اعطانا وراح يعطينا كمان الدافع انه نكمل للأمام.
إذا بدنا نيجي لنقطة مهمة أيضا في صناعة أي فيلم رسوم متحركة أو يعني رسم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، الدوبلاج. الدوبلاج طبعا إحنا بالأردن معروفين إنه إحنا متقدمين في عالم الدوبلاج يعني من سنوات عديدة، وعنا يعني أشخاص متمرسين في هذا المجال، لكن كيف كانت عملية دوبلاج الفيلم وكيف كان اختياركم أيضا للممثلين، خاصة إنه هو فيلم يعني للأطفال وبيحكي عن رسالة مهمة؟ صحيح، يعني هو الأكثر كان بمختصين بهذا الموضوع المخرج سنتي أمدانات وفريقها اللي تموا اللي كانوا يعملوا عملية الانتقاء، بس صار معنا يعني مواقف فريدة جدا، إنه إحنا لأنه الفيلم أخذ معنا 5 سنوات فأصوات الأطفال تغيرت خلال 5 سنوات. أوف. لما كنت طفل مثلا عمره بلش 11 قبل العشرة وبعد العشرة تقريبا بالضبط، يعني وصار صوتهم أجش، فيعني صار عندنا مواقف كتير حلوة ولطيفة، بس كان بتخيل كان التدريب والكوتشنج لسنتيا وفريقها كانوا بطريقة خلينا نحكي مرافقة، تحطهم بجو النص، تشرح لهم عن مشاعر مثلا سليم شو بشعر أصدقائه، فكانت رحلة جميلة جدا ولن تنسى أكيد للأطفال أيضا اللي شاركوا، وممكن تكون سبب في أنهم يكونوا أيضا فنانين مهمين في المستقبل، عندهم رسالة مهمة. وبالحديث أيضا عن الرسائل وأهمية الفن، بما أنه الفيلم يتحدث عن الصحة النفسية، برأيك قديش ممكن أيضا نسقط تفاصيل الفيلم على ما يجري في قطاع غزة، خاصة أنه يعني الأطفال في القطاع كلهم حجم المصاب واللي عم بيصير معهم كبير جدا ومؤلم، وأكيد حيكون له تبعات نفسية. صحيح، يا الحقيقة اللي بيصير بقطاع غزة يعني يدمي القلب، نعم، ويعني إشي مؤلم، وأي شخص عنده إنسانية أين مكان وين مكان وشو مكان جنسيته قلبه بنفطر لهال المآسي اللي عم بتصير خصوصا للأطفال هناك. إحنا نتأمل إنه فيلم سليم على الأقل إن شاء الله بنعرض هناك، وعلى الأقل يعني لو بعطي ابتسامة بسيطة أو بصيص أمل للأطفال اللي بيحضروا هناك يكون سبب في يعني في إعطائهم أمل، لأنه هي قصته بالأخير رغم الصعوبات اللي بمر فيها بوجد القوة الكاملة فيه مع مساعدة المس أمل اللي هي المرشدة أو المجتمع المحلي اللي حواليه، فبشوف الأمل وبعدين بنشوفه بيحكي قصته وهو كبير. إن شاء الله إنه يعني يكون هذا سبب يعني لو يعطي بصيص فرحة أو أمل لما ينعرض بهناك إن شاء الله. هو يعني المهم إنه عم بيوعي بأهمية الصحة النفسية، وكتير مهم إنه عم تستخدموا الرسوم المتحركة حتى تثقفوا الأجيال وتغرسوا قيم ووعي بالقضايا المهمة اللي هي يعني للأسف يعني تفتقر لها الكثير من الرسوم المتحركة اللي هي منتشرة، اللي بتدعو لأشياء ممكن منها العنف، ممكن منها الكذب، يعني في كتير تفاصيل مش لطيف، مش زي أيام زمان الرسوم المتحركة للأسف. فكتير مهم إنه عم بيكون عنا محتوى أردني عربي عم بيشبهنا، بشبه حياتنا، بشبه عيلتنا، بشبه مجتمعنا. فبدنا نشكركم ويعطيكم ألف عافية، ومبارك هذا التكريم مرة أخرى. الله يبارك فيك، وشكرا لكم، وشكرا للمستمعين، والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لك.